شارعه قد يصل إلى القتل. الناس تحرقت ونسات أسرتها مومو والنظام قاعد يقمع. نحكي لكم برك حادثة صارت مع حميد فرحي الله يرحمه على أثر تاع بابا نجار. نهار كان تجمهر تاع مواطنين جاو من ولاية غردايا. حميد فرحي خرج من السياج وطلعوه لابوليس طلعوه من السياج وداوه. قالوا له كيفاش انت ماشي مظابي وطوح تتظاهر على بابا نجار. حميد فرحي بالحس السياسي تاعو كانت النشيد الوطني مور البوليسي هذاك ولا انسبكتور ولا كوميسار ما باش يكون. قال له ما تحشمش تهضر هاد الهضره ومراك قسما اللي كتبوا مفدي زكريا. هادو ولاد الاستعمار ويعلموا الناس اللي نوايا يخموا كيما الاستعمار بلا ما يمرقوا. الجزائر والثوره هي اللي خلات ديدوش مراد وليد لارودوت يولي القائد تاع الولايه الثانيه في الشمال القسنطيني. هي اللي خلات العربي بن مهيدي وليد عين مليله يولي القائد تاع الولايه الخامسه في الوهران. هي اللي خلات حساني عبد الكريم الشهيد تاع واد سوف يموت في الولايه الثالثه. هادو حبوا يرجعونا كيما وقت الكولون تمشي في ديدوش مراد يخليك تحس بلاك تمشي في لارو ميشلي كود تاع لانديجينا. واش راك دير هنا؟ سي بور سا الاستبداد تلميذ الاستعمار وتلميذ احمق لانه لا يعلم بان الاستعمار جامي يحفظ الدرس ويدي طريحه. يبقى حنايا صح ولاد عميروش وهما ولاد بيجار. سي بور سا في اللحظه الاخيره انا نكشفوا بلي انا نحاربوا في نظام الي لا بور اونترتوني حاجه اسمها لو نيو كولونياليزم. هذه الرساله لازم نوصلوها. ما كانش دوكا منطقه وسطى ما بين النظام وما بين الحراك. اما راك مع الجزائر تاع ثوره تاع الديمقراطيه جزائر الثوار اللي راح تورث نوفمبر تاع الصح ولا راك مع ولاد بيجار. سي بور سا لازم نكملوا وما نبكيوش وما نشكيوش. هذو الناس لازم يدخلوا الحباس ذخيره في النظام تاعنا. هادو هما اللي يخليونا نكملوا كيما عميروش اللي كان كسل هو اللي خلى لي زارجي يكملوا ويقولوا نحازوا فرنسا لاخر رمق. تحيا الجزائر وسننتصر.